خناقات كتيرة بين أبطال مسلسل جعفر العمدة، ورغم إن المسلسل انتهى لكن خلافات أبطاله لسه ما خلصتش. إيه اللي حصل وليه النفسنة والغيرة ظهرت بينهم بعد المسلسل؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في لايف ترند. نجاح كبير حققه مسلسل جعفر العمدة، وقدر المسلسل يتصدر الترند طوال شهر رمضان، وكل ده بسبب الكيمياء اللي كانت بين أبطال المسلسل. لكن اللي كان بيحصل ورا الكواليس كان حاجة مختلفة. النفسنة بدأت والغيرة اشتغلت، واللي في قلبه حاجة طلع غصب عنه. ورا كواليس المسلسل ما كانش حد صافي للتاني، كان في اللي بيتخانق على المشاهد وعددها، وفي اللي خناقاته كانت على اسمه على التتر، وفي اللي الخناقات ابتدت من زمان ولسه اصلا ما خلصتش. اول خناقه كانت بين زينة والمخرج محمد سامي، وكان بسبب ان زينة بتتدخل في نهايه المسلسل وطريقه الاحداث. ومش بس كده، زينة كانت حاسه طول الوقت انه دورها صغير قوي، وده اللي كان مضايقها. عشان كده قالت انها مش هتشتغل معاه تاني، وقالت في لقاء ليها ان ما عندهاش نقطه خلاف مع محمد سامي، لكنها مش عاوزه تشتغل معاه تاني. هي اشتغلت معاه مره ومش حابه تكرر التجربه. زينه كمان قالت انا حره وكانت تجربه وانتهت، وهو اصلا ما كانش عاوزني اشارك، وقال لي ان الدور صغير عليكي وعلى التاريخ بتاعك. ورد محمد سامي ان مفيش اي خلافات بينهم، لكنه مش عارف سبب ان زينه مش عاوزه تشتغل معاه تاني، وقال انا هحترم قرار زينه، وفي النهايه احنا زملاء وعملنا مسلسل ناجح وربنا كرمنا فيه، ربنا يسعدها بنجاحها، واكيد هي عندها وجهة نظر محدش يعرف. الخناقه الثانيه كانت بين منى فضالي والفنان احمد داش، واللي حصل بسبب اسم احمد داش اللي اتكتب ثالث اسم على التتر بعد اسم محمد رمضان وزينه، وقبل اسماء كبار جدا شغالين في المسلسل. وده اللي ضايق منى فضالي وخلاها تقول انا ما بكتبش ده في العقد ولا بتشرط فيه، واحمد ممثل هايل جدا ولكنه اصغرنا وانا مش بغلط فيه وبحبه، بس اتفاجئنا ان اسمه اتكتب الاول. بس الواضح ان احمد داش ما زعلش وخد الموضوع بهزار جدا، ونشر تصريح منى فضالي على صفحته على الفيسبوك وكتب عليها تحياتي للي كنت فاكرهم اخواتي، واتجهلت بعدها منى فضالي الرد عليه خالص. والخناقه الاخيره كانت بين زينه ومنى فضالي، واللي خلافهم كان من زمان شويه، تحديدا في بدايه خلافات زينه واحمد عز. ووقتها منى وقفت جنب احمد عز ودافعت عنه ضد زينه، وقالت انه مظلوم واستحاله يعمل كده، لكن منى طلعت بعدها وقالت انها وقفت جنبه عشان هو صاحبها وبتعتبره اخوها. ومنى فضالي ما سبتتش لحد هنا، لكنها قالت ان مفيش بينها وبين زينه اي خلافات، ومثلوا مع بعض ويمكن هم مش اصحاب بس بتحترمها ومش هتتدخل في الموضوع ده تاني. وزينه وقتها ما علقتش كتير، لكنها اكتفت بتصريح صغير قالت فيه ان لازم كل واحد يخليه في حاله عشان هي ما تطلعش اللي عندها، وطبعا كان واضح الكلام موجه لمين. لكنها لما اتسالت في حب سري قالت وكانها بتوجه الكلام لحد معين، انتوا مين عشان تتدخلوا؟ كل واحد يخليه في حاله، هو ابو ولادي ومصرنا نتصالح عشان بينا اولاد، يا ريت تفضلوا في حالكم وما تدخلوش بينا. وهنا الجمهور حس ان الكلام رايح لمنى فضالي.